صباح الخير. مجلس وزراء أو مجلس شورى بجمهورية الطوائف، بسيناريو التعطيل المرسوم بين الحليفين تحولت الحكومة من مصدر للقرار إلى هيئة تشاورية، ودقوا المي بتبقى مي، فالبلد من شلل نصفي إلى فالج متعالج. وبمسلسل التعطيل بطولة ومخرج وكومبارس وبطل التعطيل جنرال سابق عم بفتش على لقب فخامة مهما كان الثمن، والكومبارس فريق سياسي اعتاد التصفيق بكل مناسبة. أما المخرج فهو هو حامل مبادرة بإيد وسلاح بإيد تاني. وبعكس المسرح السياسي الباهت على أرض الواقع، بعض المناطق اللبنانية مكفاية بصخب المهرجانات، وهالمرة المحطة ببكاسين يلي استقبلت على مسرحها الفنان وائل كفوري بليلة أطرب فيها الجمهور بباقة من أغانيه، فأطفى جو من الرومانسية والفرح. تقرير للزميلة ماري تريز معلوف، منتابعه سوا من بكاسين. كاسين البارد امتلأ بالدفء والحماس لما أحيا الفنان وائل كفوري بحفلة من العمر ضمن مهرجانات بكاسين السنوية. أشعل الجمهور يلي استمتع على مدى ساعة ونص من الوقت بباقة من أجمل أغاني القديمة والجديدة. أقيم الحفل أمام كنيسة مرتقلة التراثية الرائعة الجمال، فرفع وائل الحضور على جوانح الرومانسية والحب. فكان هناك أيضا كلمات لمنظم الحفل حبيب خوري ولرئيس بلدية بكاسين حبيب فارس، وكلمة لمقدمة الحفلة الإعلانية ريمان جين. كان عنده رمزية خاصة، يعني أول ما عرفت وين حسيت أنه هالمطرح اللي نحن منحبه عن بعد لازم نحبه ونبرهن له أنه منحبه. هلأ وائل أكيد صديق، وائل من بدايته نحن منتشارك سوا النجاحات إذا بدك، وأنا من المعجبين فيه بفنه. نحن من سنة 1961 بلشنا الاحتفالات تبعنا من دون توقف بالرغم من الظروف الصعبة اللي مرقت فيها المنطقة والجنوب. قربنا السنة شوي نرفع النيفو، يعني نرفع المستوى تبع احتفالاتنا، ولأول مرة المدرجة اللي رح تصوروا جوا هو أول مرة بيركب بمنطقة جسين. العالم بمفاجاه هي بنقولها على الفيوتشر لاول مره، نحن رح نكون انترناشونال لانه في عندنا كونترا رح نمضيه مع فريق سنت الجاي بنعلن عنه، رح تنتقل فيستيفال بكاسين من حدث لبناني الى حدث انترناشونال. مثل ما شايفه اشتغلوا الشباب، عندنا لجنه من شباب كاسين وشابات كاسين هن اهتموا بهالمشروع هذا، ونحن كبرريه داعمين له. فصوت وائل
الأمل الرائع والصاخب رغم مرضه وحرارته المرتفعة ما منعه من أنه يؤدي أجمل الأغاني والمواويل جامع 1800 شخص ببكسل. بشجع الكل يجوا يشوفوا الضيعة الحلوة. مش من بكسين، من صيدا، بس بيجي على بكسين كتير. وائل كوري بينحضر، وبنتي بتحبوا كتير حضور المهرجانات وهيك اشياء. وكل عام وانتم بخير ونعاد عليكم، وان شاء الله دلها بكسين هيك بهالطلعة الحلوة. طول يعني بكسين مشهورة بمهرجاناتها واحتفالاتها وشعبها حلو ومضياف. اشطر ناس بتنظيم المهرجانات هم اهالي بكسين، ما بتلاقي مثلهم. ومثل ما شايفين الاجواء عجقه وحماس دائما بيجي على ضيعتي، ضيعتي بكسين بحبها وعايش فيها وربيت فيها وكبرت فيها وما بتركها لغيري. اراده طيبه من كل الشباب بيشتركوا بالمهرجان. بكسين تقدم مهرجانات بتضاهي المهرجانات اللبنانية الأخرى احتفاء بعيد ال 55 على تأسيس المهرجانات داخل هالضيعة الجنوبية الساحرة يلي تزينت لتستقبل ضيوفها. عطيتهم موعد آخر للاحتفاء بمهرجان عيد مرتقلة ب 23 24 و 25 أيلول الحالي. من أجواء وائل كفوري ببكسين منتابع حلقتنا مع فقرة كلمة اليوم، كلمة جديدة، شخص جديد. من بعد بريك ومنرجع. لا مش شعر، مش ضرورة شعر، كلام حلو. ايه كلام حلو، مش دايما بالخطوبة بضل في كلام حلو، في نقاش، في حوار، في اخذ وعطا، تتفهمي تيفهميك، تتاخذي وتعطي انت وياه. اذا بدك تستمري بالحياة شو الصعوبات، مش مثل اليوم. اليوم مثلا بتجوزوا ما بيشوفوا شيء الا الغرام، باردون، يعني ما في حوار، ما في حياة، ما في صبر، ما في حياة مستقبلية، عكس ايامي. يعني انا هيدا اللي بلاحظه، اليوم بيتجوزوا ما في شهر زمان بتشوفيهم منفصلين، ما كلهم، لا ما عم بيجوا. ما بعرف، انا بقول يا في شيء بالطبيعة، يا في شيء، بحس انه اوقات في جهل ببعض امور، يعني ما في صراحة. نحن ايامنا نحن يعني كنا نحكي الكلمة الحلوة، كنا نخجل اوقات اذا مثلا تقلي حبيبتي حبيبي حياتي مثلا، شفتي كيف؟ كان في صراحة. الخجل مثلا اذا الواحد بده يحكيكي كلمة حلوة كنت تحمر، كنت بتبس لك ايدك من هون، يعني سوري، يعني كان يلمس لك ايدك، ما كان هيدا، كنت هلا لا، في بتحسي الحياة يعني بكل بصريحة العبارة ما بقى في خجل، بحكيك اياها بكل وضوح. لايكي السؤال، بسألك سؤال، هلا اذا بتشتغل برضو منك، شوفي كثير امات، بعض الامات بفضلوا يحطوا اولادهم بالجاردوري بياخذوا معاش، برضو منك انا بعرف انه بتاخذ معاش 600 دولار تنقول، طيب ما عم تاخذيهم عم تحطيهم بالجاردوري، عادي مع اولادك، خلي جوزك، واقتصدي شوي، ما عليك اذا انت حطيتي الفيرني ما تروحي عم تعملي بوز فيرني، ما جيتي حبيتي هالزلمه وبدك اياه، ليش ما بدك تاخدي على الحلوه والمره وتعيشي انت وياه؟ لان صار في نسبه طلاق كثير. وين المحبه؟ السبع سنين مع شخص قعدتي معه وبدك تتجوز، هلا اكتشفتي انه صار يطلع خلقه؟ في شيء غلط، في ياخذ ويعطي مع الاخر. بليز حياتي كويلي القميص، قومك ويا انت مثلا. لا مش انه عم بقلل من قيمه المراه هون، انتبهي، ما بقى في نفس طويل، الحياه صعبه صارت كماديا، الحياه تغيرت، ايامي انا شيء وهلا ايه، بس ما بقى في نفس طويل، ما بقى في صبر حبيبتي، بدها شوية انتباه، بدها شوية طولة بال، بدها تفاهم، ليه عم بيصير هيك، ويكون اثنين متعاونين، إذا مش متعاونين بكل شيء بتفرط العائلة، اثنيناتهم بده يكون عندهم نفس طويل. أنا ضد الرجال اللي بيهن مرته بشو ما كان، لو كان شو ما كانت القصة، ضده، لأن هي بنت عائلة وهو ابن
من عائلة، هي مربية وهو مربي. ليك إذا ما في ثقة وصدق ما في محبة ولا في احترام، ما في صراحة، ما في حقيقة، ما في ما في ما في أخذ وعطى، ما في مش إنه بس حوار، التفاهم عم بقول لك، تفاهم الصدق هي أهم شغلة. كلمة اليوم التفاهم سر النجاح.